لان حضرت هذا المؤتمر الاستثنائي للمنظمه المغربيه لحمايه المال العام باعتباره محطه مهمه جدا لمساءله الجهود المغربيه في مجال محاربه الفساد ومطارحه كل الافكار والاقتراحات التي من شأنها تجويد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتوقف عند بعض مظاهر القصور وبعض المجهودات الإضافية التي لابد من التفكير الجماعي فيها. نعين جميعا أن بلادنا تبذل جهودا جبارة تشريعيا قضائيا أمنيا إعلاميا وفي مختلف المجالات، ولكن للأسف الشديد يظل ترتيب المغرب في مجال محاربة الفساد لا يريحنا ومبعث قلق ولا نرضاه لبلادنا. هذه لحظة لبناء توافق وطني واسع من أجل استنهاض كل الهمم وكل طاقات لتساهم بشكل إيجابي وبشكل فعال في المجهود الوطني لمواجهة الفساد وتخليص بلادنا من هذه الظاهرة أو على الأقل الحد من انتشار الفساد. أستاذ كما ترى الحملة الواسعة، يعني البرلمانيين المسؤولين الآن كيتابعوا القضايا في الفساد. أولا محاربة الفساد يجب أن تتم بوسائل القانون بمساطر القانون في دولة القانون وفي احترام تام لكل مقتضيات القانون. هذا الموضوع لا يجب أن يكون محل حملة أو إجراءات انتقائية أو يعني مناسبة لإظهار مجهود خاص في مجال محاربة الفساد. محاربة الفساد يجب أن تكون مجهودا يوميا عاديا. كل مؤسسة من مؤسسات الدولة تتحمل مسؤولياتها بشكل منتظم لا يخضع لا لمفهوم الحملة ولا لمفهوم اللحظة أو المناسبة السياسية. واحد العمل سيكون يمشي بهدوء بحكمة باستحضار كل ضمانات وشروط المحاكمة العادلة وباحترام قرينة البراءة وبالتأكيد القوي على أن إرادة المغرب ملكا وحكومة وشعبا ومجتمعا مدنيا هي مواجهة الفساد بكل أشكاله. هذه محطة تنظيمية، هو ملتقى للمؤتمر الوطني الاستثنائي للمنظمة المغربية لحماية المال العام تحت شعار استراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الرهان والتحديات. احنا اليوم هذا ملتقى استثنائي ليس في حد ذاته محطة تنظيمية فقط، وإنما هي محطة استثنائية لتعميق النقاش العمومي حول آفة ومظاهر الفساد الذي تمكن من مفاصل المجتمع والدولة بناء على مجموعة من التقارير، ثم كذلك التدني المقلق جدا للوضع ديال المغرب على مستوى يعني سلم إدراك الفساد. فالعشرية الأخيرة رغم مجهودات الدولة، رغم ما تقوم به الدولة من إجراءات ومن يعني ترتيبات ومن ترسانة قانونية ودستورية، ولكن هذا غير كافي، لأنه الخلل، هناك خلل ما في جهة ما في تصور ما، وهذا ما بصدد اليوم أن نناقشه ونعمق فيه النقاش بين مجموعة من الخبراء والأكاديميين والمحامون والحقوقيين والإعلاميين للخروج بتوصيات، للخروج بمخرجات يعني على شكل مذكرة أو بيان ختامي سيتم رفعه إلى الحكومة وإلى المؤسسات التي تعنى بالافتحاص، لأنه أصبح الفساد اليوم متغول يعني داخل المجتمع، داخل المؤسسات المنتخبة، داخل المؤسسات العمومية. أصبح الوضع مقلق. احنا هنا ماشي تنشوفوا بوضع سوداوي، ولكن يعني ندق ناقوس الخطر أنه العدد المهول ديال المتابعات
وديال الملاحقات القضائيه والقانونيه راه حنا تنعرفوا ان مجموعه من الملفات. فالعدد الحقيقي ليس 30 برلماني، حنا نراهن على 130 برلماني اليوم اللي عندهم ملفات، يعني ثلث ديال من المؤسسات التشريعيه على مستوى البرلمان. اما على مستوى الجماعات والمؤسسات المنتخبه فحدث ولا حرج. والدليل في كلامنا هو التقارير التي اصدرتها مجموعه من المؤسسات الدستوريه التي تعنى بالافتحاص. فاللي غنقول لكم هذه جلسه احتفاليه ديال الافتتاح، كانت كلمات ديال الضيوف، شاركوا مجموعه من المنظمات الدوليه التي تعنى بالشفافيه ومحاربه الفساد، منها الشقيقه موريتانيا التي المنظمه الشفافيه الموريتانيه التي وضعت، وهذا استثناء داخل رقعه النظام الرسمي العربي، هذا استثناء انه وضعت شكايه في مواجهه رئيس الدوله ورئيس الدوله السابق الملاحق الان وقيد الاعتقال في موريتانيا. واليوم هم يعني يبحثون على سبل يعني التجريم وملاحقة الأموال المنهوبة خارج الحدود. ثم كذلك هناك ضيف آخر يعني وناشط حقوقي ممثل الحزب العمال البريطاني وأحد مؤسسي منظمة شفافية في بريطانيا، فكان يعني كلمته راه غادي يعطيكم تصريح ديالو حول آفة الفساد واستلاب استقلالية وسيادة الدول. السلام عليكم، الأستاذ هشام الغازي محامي في هيئة الجريدة ورئيس الوطني للمنظمة المغربية لحماية المال العام، اليوم هنا ببوزنيقة بمركب مولاي رشيد من أجل المؤتمر الاستثنائي، وقد سبق وبعد مرور ولايتين قدمت استقالتي من أجل أن نفتح الباب لباقي الأعضاء أن يترشح ليمسك زمام الأمور بهذه المنظمة، لأن هذا هو الواقع. ما خصناش كل واحد طلع خصو يبقى يشد كرسي يبقى بارك فيه، حنا كنعطيو واحد الصورة حتى للمؤسسات حتى للأحزاب. ملي كدوز عام ولا عامين ولا ولاية ولا ولايتين الله يجعل البركة، عطي الآخر ثاني نشوفوا واش غيعطينا. أما إذا بقيت أنايا شادة العام الولاية الأولى والولاية الثانية والثالثة والرابعة صافي عنو ندوز أنا ولادي تا هما يبقاو شادينها بالوراثة. إذا هذاك الشيء جينا حنا درنا هذا المؤتمر اليوم، والحمد لله غيتم الاختيار غدا، غيكون التصويت على الرئيس الجديد، غيكون اختيار شي عضو اللي يكون في مستوى عنده إمكانيات في لغة التواصل في القانون مجموعة من الأشياء عنده حس سياسي. علاش؟ لأننا حنا في هادشي كله كنطمحوا على المصلحة لنا. وكنشكر الإخوان ديال المنظمة اللي كرموني اليوم وعطوني تذكار لا تسلمته من عند السيد محمد أوجار وزير العدل السابق، لأن حتى هو كنحتارمه لأنه رجل في مستوى ورجل نزيه، وهذا أفضل ما استفدت به في هذه المنظمة هو هذا التذكار هذا والعلاقة اللي بقات بيني وبين الإخوان محتارميني الحمد لله. ما بتزينا ما دينا فلوس، تعرضنا للشكايات كيدية بالابتزاز، ومع ذلك الحمد لله بقات الأمور غادا ديالنا غادا مزيانة حتى وصلنا للمشعل تسلموا آخرين باش تكون الأمور غادا مزيانة. وشكرا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.